والفحم عشية عيد الأضحى المبارك من بين النشاطات التي يمارسها كثير من الشباب، خاصة شباب الأحياء الشعبية، والتي تعرف إقبالا كبيرا عليها من طرف المواطنين تحضيرا لشواء اللحم بعد يوم النحر. والتفاصيل مع إبراهيم برقاش. عرض أكياس الفحم بمختلف أشكاله هي مشاهد لا تكاد تخلو من شوارعنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. أنا نبيع فيها 5000. سيد علي واحد من الشباب الذين يستغلون فرصة عيد الأضحى لممارسة هذه التجارة لما فيها من إقبال كبير عليها. نخدموا الفحم، نخدموا شوايات، نخدموا كلش. تما شغل البريود هذه الفترة هذه شغل تما يكون كلش يمشي. تما حنا نبيعوا شغل الحاجة اللي تحقوها الناس. حنا نشرو بالجملة، نشرو تقدر تقول ب 100 نشكارة. تما شغل نشرو بالكاميو. وشنو نجو لهنا ندي طوايح للشعب تجي شكارة شغل تما ما تقاملوش بزاف. فور اكزومبل شكارة هذه ب 20000. 20000 تما تقاملوا الحبة ب 4000. عادة الشواء في عيد الأضحى التي تناقلت كثيرا بين العائلات الجزائرية جعلت من أربابها عدم الاستغناء عن هذه النقاط لبيع الفحم والشوايات تحضيرا لما بعد الذبح. فعيد الكبير هكايا برومي جور دوزيام جور نقصدو كما طوابل انا كما هادو نقصدوهم حنايا باسكو كل عام هما يجيبوا هنا في طوابل الفحم ثم نقضوا عليهم نهار برومي جور دوزيام جور تروازيام جور باربيكيو فوالا. كي الحق العيد ولا غير تلقاهم من ذاك بابا كي تنفح لنا قبل العيد قايتك تما هكذا نشوف فحم والله ما نلقى. نساغر لك لك الله يبارك تلقاهم مع العيد هكذا تلقى الفحام تلقى كلش تحمل لنا نشري نحمل نشري بزياده خاطرش مول العيد تنفح لي هكذا كندير دوكا هذه دوكا هذه غدوه نشويها مع العيد وكذا مع الذبيحه وهذه غدوه بالك كباب نزيد نشري بزياده خاطرش نخبي خاطرش مول العيد ما تلقاش قايتك. تجارة هؤلاء الشباب عشية العيد في مثل هكذا نشاطات من شأنها إضفاء نكهة خاصة على حلول هذه المناسبة المباركة.